يلا. اوكي، اول شيء هاي ميسا، عايزينه كيفك؟ بصينه. جود، ميرسي انك معي على اول حلقه من نص ساعه شخصيه. اليوم بدنا نحكي انه كيف الحجر الصحي اثر على حياتنا وعمل نقطه تحول بحياتنا من كل النواحي، اثرت علينا نفسيا، عاطفيا، ماديا، شكليا وصحيا، وبنفس الوقت صح أثرت على مظهرنا. وكونك أنت ميسة عساف، استشارية مظهر ومتخصصة بمساعدة الكثيرين اليوم إنه يحسنوا من مظهرهم، إن كان بلبسهم ولا بشكلهم ولا بالدايت ولا بالسكن، عملت اليوم العديد من الأشغال مع المشاهير والمذيعين والشخصيات، وأنت حاصلة على شهادة بالإعلام وبالعلوم السياسية، صح؟ ومن أهم النقاط اليوم ميسا انك انت مختصة بتحسين مظهر الشخص، واللي رح نحكي عنه اليوم كوننا قاعدين بالحجر الصحي. نص ساعة شخصية اليوم بتساعد اشخاص يفهموا كيف يقدروا يهتموا بحالهم باوضاع معينة، ونحن لانه قاعدين بالبيت رح نخلط شوية مواضيع ببعضها من الاكسبيرينس اللي انت تعلمتيها بالحجر الصحي. اليوم مفهوم ستايلينج تغير، كنا نحن اليوم نعرف انه الستايلست بتاخذ الشخص على السوق، بتنقي له تيبا، الميك اب ارتست، الشعر وهيك، انتقل هيدا الشيء كله على التجاره الالكترونيه وعلى الاستشارات عن طريق الواتساب. كيف تاقلمت اليوم كونك ستايلست وكيف عم بتساعد اليوم؟ مظبوط زينة. أنا يعني جزء من شغلي هو ستايلينج من الميك اوفر وهيك، وانا نزل على السوق وتتقابل الكلاينتس فيس تو فيس، شوفي شو بده، هالعلاقه وهاللذه بالشوبينج اكيد ما عادت موجوده. قبل كنت رافضه كليا الفكره لانه ما بحب قصص اللي هي خاصه اونلاين كثير، بحب القصص الحسيه اكثر، بس اضطرينا وفعلا الي شهر وجمعه خلصت كل يعني البرامج اللي خلصناها اونلاين، وفي مسلسل خلص اونلاين، وهلا الكلاينتس لما نحن بننزل معهم على بنزل بدل ما انزل معهم على السوق شو بنعمل؟ بيطلعوا معي اونلاين وبختار لهم تيابهم على الويب سايت اللي هي ثرو اونلاين ويب سايتس وبنبعتها، وفي ناس عم نعمل لهم حتى كولر اناليسيز اونلاين. هلا بس اتس ليميتد، يعني ما اوكي بنقدر نتعب كثير او نتوسع كثير، خصوصا لما بدنا ناخذ قياسات، لما بدنا نعرف اللون المضبوط، بس بنعطي فكره عامه. اوكي عرفت؟ وهل عم فلا وحتى صرنا هذا اونلاين. بينطبق على الكل من ناحية المذيعين والأشخاص العاديين، صح؟ بالنسبه للكلاينتس اللي اوريدي كانوا معي انا مكمله معهم، يعني نحن بنقدر هلا مثلا نعمل القصص اللي لازم يشيلوها، القصص اللي لازم ايه هن يضيفوها على خزانتهم، انا اوريدي بعرفهم عم نكمل. وفي ناس عم تشتري اونلاين انا بيستشيروني بيبعتوا لي، فهيدا مكمل. اما الكلاينتس الجداد عم باخذ، بس مش عم باخذ بالكميه اللي كنت انا. ليه؟ لانه الاونلاين ما فيكي اكثر من نص ساعه لثلاث ارباع ساعه بتفقدي هاللذه بالحكي، لانه اتس اونلاين، يعني بعده ستايلينج بده اكثر، بده اب يمكن خاصه فيه. فبنحكي اول شيء ممكن نتعرف اول سيشن، ثاني سيشن نشوف شو هن بدهم، ونعمل ثالث سيشن الكولر اناليسيس، ثالث سيشن نشوف الثياب هن بيكونوا محضرين اياها بيصوروا لي اياها، بنصير انا مثلا ببعتهم بعدين ريفيو، هيدا ايه هيدا لا، انت ناقصك هيك، بدك هيك، هيدا وات ايفر ات از. بالنسبه للبريزنترز وهيك، هلا مثل ما عارفه خلصنا قدمنا البرامج وطلعت، ان كانت لرمضان او قبل ولا رمضان. غيره. بس اذا بدي اقول لك هلا بدنا نبدا من جديد، اي يس فينا نبدا اونلاين، خصوصا اللي انا بعرفهم وبعرف قياسهم وبعرف الايمج اللي نحن رسمناها لالهم للبريزنترز خصوصا. اوكي، طب اليوم شو عمل فينا الحجر الصحي؟ يعني اليوم شفنا كتير عوامل غيرت الاشخاص، يعني شفنا ناس مثلا نقول بانكرز صاروا عم بيطبخوا، بنشوف حدا عم بيحب الرقص، حدا عم بيعمل بينتينج، اتغيرت اليوم شوي، تعرفنا على بعض اكثر بالبيت بحس، صح وبالاضافه في ناس تاقلمت وفي ناس ابدا ما تاقلمت، صابها الاكتئاب وصابها مشاكل نفسيه وصحيه وزادت وزنها. سو كيف اليوم هذا التأقلم ممكن يصير؟ أو لا، بعرف إنه نحن صار لنا شهر ونص قاعدين، بس بعدها مطولة القصة، مش كل العالم تفكر إنه فتحت يعني. سو اليوم بدنا نحكي إنه كيف لازم نتأقلم أكيد لمظهرنا، سبيشلي إذا عندنا مشاكل نفسية كمان، هيدي مشكلة كبيرة يعني. سو ايه هو مظبوط اللي عم تحكي، هو بالحجر الصحي او الحجر الصحي بالحجر
او باللوك داون او بالكارنتين كان معمول، مرقنا ثرو فيزز اذا بدنا زينا. اول فتره اول جمعه جمعتين ما حدا فهم شو عم بيصير، يعني كنا ملخبطين، يعني كنا ضايعين كنا. وضعنا ما انا فهمنا، ناس اعتبرتها مثل بريك، ناس فاكيشن، ناس رجعت اتعرفت يمكن على اولادها وزوجها واخواتها واللي هن كارنتين مع بعضهم، وصاروا وخلقوا مثل عط انه هيدي فرصه اتس فري، نحن فري والعالم فري، سو ما في ركض للوقت، سو بدنا اياه نعمله. بعد جمعتين ثلاثه اكتشفوا انه او اكتشفنا انه نحن لا نحن فعلا ماشيين بحاله جديده لنا. هون صح، بيصير يا بتغيير بتتاقلم مختلف. روتين مختلف تماما، هون بتقولي بتشوفي اوكي انا عندي حل، يا بتاقلم او بحط مثل روتين جديد طارئ او بعلن حاله طوارئ معينه بالبيت ولا وهي، او دبرس بقعد بزعل اكثر باكل اكثر. هيدا هو اللي صار بعد 2 3 ويكس. تعتقدي انه الاغلبيه عملت اكتئاب وديبريشن وضياع؟ لكن في اثنين سوا، في اثنين، في بتحس الناس اللي هي هابطه يعني اوريدي عندها هي انزايتي اوريدي. كمان في شغله كثير مهمه، ما الكل محضر لهالضربات ولا لهالقصص تواجهنا. اللي ضارب اللي مارق بضربات قبل، رده الفعل كانت اسرع انه هو يقدر يوقف على اشياء ويكمل، اما اللي اول مره بصير هيك شيء معه، في ناس ما قدرت، لا في ناس قشطت كان بدها هيك تلف تشيل انشيله، بعدين في ناس كثير كبار بالعمر كان في ولد صغار، في ناس قاعده لوحدها، في ناس ما قادره تشوف اهلها، ما الاهل مش قادرين ايه ختيارين مزبوط، في كتير ناس علقت بالامارات كمان وعندهم 100%. اهالي برا. ايه وفي ناس عايشين لوحدهم بابارتمنتس، مش هيني واحد يعيش لوحده صح، لفتره طويله، ممكن يقطع جمعه جمعتين ثلاثه اربع خمسه، بده يعرف يغير الروتين تبعه ليقدر هو تو سرفايف منتلي وفيزيكلي كمان بطريقه سو اتس ريلي كيس باي كيس، يعني انه ما منلوم الناس كمان اللي عامله شويه اكتئاب لانه لا هيدا. اكيد ليك، هو اهم شيء انك انت تو اكسبت اللي صار معك او معنا، وبعدين بعدين اوكي اي اكسبت هذا اللي انا حاسه فيه، شو فيني اعمل؟ طيب مثلا كنت عم اقول لك، عم نحكي هذيك المره انه في ناس رجعت على الطبخ، ناس على البينتينج، ناس على الريدنج، كنت صح، عم اقول لك انه الانسان إن لاحظنا انه الناس رجعت على الاوريجين تبعها، على الاصل، على هي شو هي كانت او بتحب تعمل، ومع الشغل ومع الحياة نسيت. مثلا في ناس رجعت على القراية أكثر، على الرسم، على الطبخ، هلأ في ناس إنه شو يعني ليه رجعت هيدي عم تطبخ، شو بدنا ليه ما رجعت، ما كلنا سوا إن كان سيدات، نحن سيدات قبل ما نكون أي شيء، قبل ما تكوني أنت تشتغلي بالبي آر، قبل ما تكون إيمج كونسلتنت، قبل ما تكوني فنانة، أي شيء نحن سيدات او صح، امات او كمان زيادة، فكلنا سوا بنطبخ، كلنا سوا بنهتم بالبيت، يعني ما بعرف ليه تفاجئوا انه هي صاروا كلهم عم يطبخوا، صاروا كلهم بيقروا، صاروا كلهم بيرسموا، شو فرقانه معكم؟ خلينا يعني كل واحد يعمل اللي بده اياه. بالعكس في ناس كثير تشجعت انها ترجع ترسم لما شافت الناس عم ترسم، او تشجعت انه ترجع تقرا او تطبخ. تعتقدي هيدا الشيء ممكن يغير دومين شخص؟ يعني مثلا اذا انت بستايلينج مثلا بتحب الرسم، انا بتبقى ممكن شايفه كثير، انا كثير لوحه قريت شايفتها وراكي، مثلا ممكن مثلا تعملي اكزيبيشن للبينتينجز ان ذا فيوتشر، ايه ليش لا؟ يعني انه والله كثير قريت كثير كثير، تما اكذب عليكي فكرت كثير بالموضوع انا وعم بعدني برسم ناطره رسمتي باي ذا واي، بدي اياها. ليكي ممكن كثير مش غلط، ليكي نو واي تمرق فتره الكورونا هيدي او اللوك داون او الكارنتين انك تكوني نفس الشخص قبله بعد، نو واي، بيكون في شيء كثير غلط. انا بقول لك من هلا في كثير امور على حغيرها بروتين حياتي، بعدها اوريدي بدي اتغيرها، اولوياتي اصلا عم تتغير، وبعدين ايه ممكن ما ضل بس مركزه بالستايلينج از ستايلينج او ميك اوفر، في قصص كثير بحب اعملها اكتشفت انه انا قادره اعملها، رح طورها ورح زيد منها، ركز على الميك اوفر اكثر من ستايلينج. ستايلينج بحس، مش بحس، طيب عم باخذه معلش، الاراء. سوري، نحكي شوي عن الميك اوفر. بفرقه فرق الميك اوفر من الستايلينج، يعني الميك اوفر شو بيتضمن غير بس الفاشن؟
الميك اوفر هو عالم بحد ذاته اختصاص، اللي هو بناخده بالايمج كونسلتنسي، وجزء تحته اللي هو انا فتت على هذا الدومين من ورا، هو اللي هو انت تقدري غير انه كمان تكرييت صوره جديده لشخص، انه انت تقدري تحولي له حياته من شخص لشخص افضل مثل ما هو بده. اوكي كيف؟ من خلال بنغير طبعا بالشكل كشعر، ميك اب، سكين روتين، كل شيء. نرجع على الفتنس، طريقة اللايف ستايل تبعه، إن كان بالسبور. اثنين، في ناس بيعملوا لايبوسكشن، ناس بنتجه فيهم للطب التجميلي، الديبانس. وعندنا دايت بلان، يعني حتى بشتغل مع دايتيشن، يعني بشتغل مع دايتيشن، مع ديرماتولوجيست، بلاستيك سيرجن، نشتغل مع الجزء اللي كتير كتير كبير ومركز عليه، اللي انا بحبه، اللي قريب على قلبي، اللي هو اي شيء على له علاقه بالتنميه الذاتيه. لانه اذا انت عملتي بي ميك اوفر سوري ما سمعت بي بالتنميه الذاتيه، التنمية الذاتية. يعني اوكي ايه، او التطوير الذاتي، بالكوتشنج، باللايف كوتشنج، ليش؟ لانه انت قد ما غيرتي شكل شخص او الفيجر تبعه to meet the expectation تبع هيدا الشخص لهو يحس حاله بصورة أفضل، إذا ما إجت مشيت in parallel مع شخصيته جوا ونفسيته أفضل، ما بيقدر يكمل ايه صح بهالفورمولا اللي صح إحنا وصلنا له فيها. فأنا دايما دايما بيكون في أساس كتير طويل بنحكي فيه، وهون أنا بقدر حول الشخص لأي NLP coach، Neuro Linguistic Programming coach، ولا life coach، ولا healer، ولا whatever طب هو. الميك اوفر اللي عم تحكي عنه اليوم بالوضع اللي نحن فيه، كيف ممكن تساعد الشخص مثلا اذا لنقول انا وزني زايد وبدي اغير لون شعري وبدي اعمل كيف تعملي كوميونيكيشن اليوم مثلا حلو كتير، حلو كتير سؤال. هيدي اكتر فترة بيجيني طلب، او بيجيني اذا بفرجيكي اياهم، it was amazing، لانه حسيت انه فعلا الناس يمكن هالفتره اللي فهموا شو يعني، او حسوا معي شو يعني ميك اوفر. قد ما احكي لي ستايلس او سيلبرتي ستايلس، اتس مور ذان ذس، اكثر بكثير. ستايلينج هو جزء كثير صغير، وفي ناس بس متخصصين فيه. انا هو بيقطع بشغلي اللي هو هيدا. بيجيني اسئله، وهون اكثر شيء عم اشتغل اونلاين فيها، اللي عم يزيد وزنه، عامله تشالنج انا فيديو مع 62 مره، مظبوط ليش بتذكر هاي بروتين دايت؟ مش لانه هيلثي او لا، بس تنكسر هالروتين وننزل هالدروب اللي عملناه، وتحس انه حالنا وير دوينج سمثينج نيو. بيجيني اسئله عن الدايت نشتغل فيها، بوجههم لدايتيشنز معينين. اللي هلا بكره بس يحضرونا بيعرفوا عن مين عم بحكي. بيجيني اكثر من 15 ل 20 سيده، غير 62 مره، اللي هني انا وجهتهم لدايتيشنز ولاكونتس انا بشتغل معهم اساسا، نعمل ميك اوفر. اعطيتهم الاكونتات تبعهم كانستغرام وتليفون، حكيون كوتشز. ياما بيجيني ميسا، شو في عنا هديك الجمعه كثير كثير كانت مهضومه، عندها الخواصر. ميسا شو فينا نعمل للخواصر بدي يضعفوا؟ انا فيني اعطيها الاكسرسايزز لانه تعودنا، قال لي كل حياتي بعمل سبور للاوبيكس. فشو عملت؟ قلت لها، حكيت مع كوتش من الكوتشز اللي كثير انا بحبهم وبحترمهم كثير، اذا بدك بنسمي. المهم قلت له بليز كوتش، في عندي اكثر من ستة كانوا عم يسالوني عن اوبيس، بتحضر لنا شويه تمارين؟ وفعلا إن اقل من ساعه كان محضر تمارين ومنزلهم تحكي عن عنده على دانيال ستين صح؟ لا مش عندنا، عن كوتش حسام. اوكي ما بعرفه انا كوتش حسام بدبي، بشتغل يعني عندي كوتش حسام، كابتن منصور، عمر مصلي، في دانيال كمان، في كثير كوتشز بوجه الكلاينتس لعندهم حسب هن وين عايشين، لايف ستايل تبعهم او الستايل اللي بدهم يوصلوا. المهم اقل من الساعه كان عامل كذا البروجرام اكزرسايز، نزله اونلاين، شيلته وحطيته على ستوريز، واي تاج اول ماي كلاينتس اللي طلبوا وسالوا هيك. نفس الشيء بالكتب، باللايف كوتش. دايما مثلا هذيك المره في وحده عم تقول لي ميسا انا عالقانه بالماضي، ما عم بقدر اتقدم، ما عم هلا انا اخذه كورسات فيهم، بس انا ما بيخولني اني انا اعمل اونلاين كوتشنج باللايف كوتشنج ات اول، بس انا اي كان دايركت هير. وفعلا اي دايركت قلت لها لما تعتقدي انه هيدا كله هون كمان لانه انا بعرف يعني انا كمان على دايت مع دكتور جانين نيوتريشن اكشلي مش دايت نيوتريشن بروجرام وتضلها تقول لي ما تفكري سلبي دايما عن جسمك وعن شكلك لانه صح مرات ما بتضعفي بسبب هيدا الشيء صح كمان سو so, هي let it go.
لا لا تتكو. تتجول طب اكثر عندي سؤال، بكثير. الصحة والنفسية ممكن تأثر كمان على الألوان اللي بنختارها اليوم بالبيت؟ يعني كثير في ناس أهملت حالها شكلا، ولا أوكي بقعد بالبيت، وسبشلي إذا عندها رجال، يعني اليوم الرجال ما بده يشوف مرته كمان. سوري ما بعرف، أنا ما عندي رجال، ما عندي، ماني مجوزة أعرف، بس أغلبية النساء بيهملوا حالهم، وهذا الشيء ضروري بعتقد كنفسيا لإلها ولغيرها كمان بالبيت وللأولاد. يعني شوفي من اول كارنتين كنت كل الوقت عم بقول بليز 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 كل يوم، حتى للكلاينتس رفقاتي انه ما اذا كيف الك جلطة انه بليز قوموا ضلوا نفس الروتين، غسلوا وشكم، عملوا مينيمال ميك اب، البسوا ثيابكم وانزلوا. انا بعدني انا من 5 ايام وقفت نزل جزداني وجاكيتي، كنت كل يوم انزلهم وطلعهم، بحس حط حالي بالمود انه انا بدي نهاري، وهيك مقسم وقت السحور بغير. كثير مهم انه نحن نشتغل على شكلنا الخارجي وترتيبنا بقلب الكارنتين لإلنا أولاً قبل أي حدا مني، لما نطلع نحس حالنا فريش، وهيك كثير بيعكس على شخصيتنا وبيعكس على اللي موجودين معنا بالبيت، إن كان رجال، أولاد، نانيز، أخوة، هو ايفر، بصيروا يحسوا لا نحن بعدنا هيك، بتعطيهم أمل، بتعطيهم سعادة، بسمة، هيك فرحة، غير ما تشوفي حدا وحدة أو شخص قالب خلقته أسود تحت عيونه، تعبان، عايش الدنيا وماشي. تزيد الكآبة أصلاً. هيدي وحدة نيجاتيف انرجي، يعني كان سبريدد، بتوزعيها على الناس اللي حواليك. فكتير مهم، كتير مهم الألوان اللي نختارها. يعني أنا كتير آخر فترة صرت ألبس أبيض زهري، وبلبس أسود طبعاً، بس بلبسهم كرمال أول شيء بيعكسوا على وجهي، لو ما قربي كتبانين شوي ميسا لأنه عم بيروح صوتك ويجي. ايه بس اسمع، ايه مالتس اوكي. بيعكس على الوجه وعلى نفسيتي، والناس ولو اللي معك بالبيت بينجبروا بلا ما يحسوا حالهم يطلعوا يلبسوا يترتبوا وينزلوا او يقعدوا معنا مع الباقيين، بطريقه بيصير الابروتش كتير غير وكتير مهم. طب وهلا اوكي حتى شو عن برمضان، عفوا، حتى هلا برمضان كتير مهم انه الست ما تضل بالبيجاما كل النهار من الصبح، مش بس برمضان، قبل رمضان كثير مهم تحط روتين، تحط ديسبلين، تو ديسبلين هير سيلف بالنهار، في بهالوقت بلبس بهالوقت، في عبايات كثير حلوه بالبيت فيها تلبسها بطريقه كثير مهضومه، سليبرز مهضومين، هاد باند بتحطها، بتغير زي ما بتعمل شعراتها، تعمل ميك اب خفيف، حلوه تقعد على الطاوله لما تفطر تكون هيك انه إليجنت مرتبه مرتبة. واليجنت، بتعكس هالجمال اللي هي فيه من جوا. طب شو بتنصحي النساء والرجال اللي ما كانوا معودين يستعملوا الشغلات البيتية تتساعدهم بتحسين المظهر؟ يعني في نساء كتير بتروح على الصالونات بتصبغ، حياتها مش صابغة لحالها. في ناس مثلي أنا مثلا ضفيري هلأ رايحين، بس زبطتهم لأني كوني قاعدة بالبيت وماني مضطرة إني أطلع أعرض حالي. سو كيف هيدول بيقدروا يتأقلموا؟ خبرتيني امبارح انه في كتير على يوتيوب شغلات بيقدروا يحضروها. اوكي سو 100% بليز تيل مي، يعني كيف في بتضطري، اذا بتضطري لما بتوصلي لمرحله معينه وانت مصره او حابه تكملي بترتيب معين، انه تعملي ريسيرش تبعك تتوصلي لحل. مثلا للشعر، انا ما بعرف اصبغ شعري، مينيموم فت على يوتيوب حضرت لي شي 3 4 كيف الهير دريسر تبعي، مثلا بعطي اكزامبل، بتجيبي بتخلطي الصبغه وبتحطيها، بتخلي 1000 حدا بالبيت يساعدك فيها، انه بيضحكوا وهيك وفي غلط اوكي فاين، ونص الشعر ما بيكون معمول، فرجتني مره كلاين نص شعره من هون مش معمول مش مدقور، ضحكنا، بس انه هي فتره ضحك، يعني بتضحك فيكي تاخذيها بهالطريقه، ما في لا كاميرات ولا في ظهرات، انه فاين المهم انه مرتب من قدام. للضفير في كثير هلا بنعمل بايوجيل او جيل، شو هيك شو بدنا نعمل عليه؟ انه انا ما بعرف، ثاقبت، شفتي يمكن الفيديو، وقتها انت بتتعلمي بترجعي تبردي، ما في ست ما بتعرف تبرد ضفيره، بتقصهم بترتبهم. 100% صح. هلا اذا في جلش، انا جربت كذا ما زبط معي لا هيدا الجلش او جيل ميركل زبط على ضفيري، ما في حدا طب مثلا رجال قص الشعر والدقن، شفنا كتير على انستغرام ناس اصعب قرعت شيء. شعرها وقرعوا صح دقنهم. صح صح مظبوط 100%، هو الرجال بعد اصعب من السيدات، لانه ما يعني يا بتحلطي يا بتحلطي، ما بتزبط، كيف بدي يعني مين بده يقعد يعمل تريمينج للرجال؟ فانا كنت عم بقول لهم للاولاد اذا مطولين بهالطريقه دفنت اللي جايبه للتريمر ام دانا تريم كل شعراتهم،
رجال ان كانت بقى بده هو يرتبه، سوري يعني، سوري سوري منه، بعرف. بس اقل يعني قد لا، في اصل الرجال رقم اسهل منه، ما بدهم هالقد اللي يعني. شعره طويل شوي، يحط جل يترتب بترمر تبعه يعمله، او يجي طب تعتقدي اليوم النفسية عامة، لأنه ليك اليوم في كتير أوضاع مختلفة، في ناس عايشة لحالها مثل ما قلت قبل، في ناس عايشة مع عائلتها مثلي أنا مع أهلي، في مثلك أنت قاعدة مع جوزك وولادك، اليوم قد إيه الاكتئاب أو الكونفيوجن أو الضياع اللي نحن فيه ممكن يأثر على البيئة بالبيت؟ يعني اليوم أكيد. إيه نفسيا، هلأ رح نفوت شوي بالحكي النفسي، شو بتنصحي أي شخص لأنه عنده ناس معه؟ هلأ ممكن واحد يكتئب لحاله، بيصرخ مع الحيطان او بيحكي او بفش خلقه، ما بعرف، او على التليفون مع اصحابه، بس انت اليوم اذا معك ناس بالبيت بتأثر عليهم بيئيا يعني. طبعا اكيد. هلا اول شيء يعني اذا واحد دبرس او زعل وهيك مش غلط، يعني بتصير وبيصير وبده هيدا، بس بده يشوف كيف هو قصص اللي بتساعده طيب يطلع منها. بس انا كأم عم اقول لك هلا مثلا بدي اعطيك اكزامبل كأم، صار اللي صار، فتنا كارنتين، نحن قاعدين بالبيت مجموعه كثير كبيره اسمها الله بالبيت، قلت ميسا هيدا ما عندي حل، بدي اعلن حالي من الطوارئ الحلوه بالبيت، بدي اغير جو البيت او اعمله بيئه مفيد. حلوه مفيد، عفوا نمرق هيدا، نمرق هالفتره، نحن نتعلم منها قصص ونتعلم كيف نحن نواجه هيك قصص او هيك يعني عاملة صعوبات. مثلا بروجرام. ايه عامل بروجرام دغري بقى من تاني جمعه لما اكتشفنا فقنا انه لا الشغله طويله، ما بقى طويله يعني منها قصه، قررت جمعت عملت ميتينجز مع البيت كله سوا، وحكيتهم انه نحن في رولز من هلا ورايح بدها تمشي، بدنا نفيق بهيدا الوقت، بدنا نغسل وجهنا كذا، تلبسوا ثيابكم تنزلوا لتحت، الميوزك بدها تضل بالبيت كل نهار، بتجيب ممنوع السعادة الموسيقى أكيد. إيه كثير حلوة، ممنوع أول شيء ممنوع الصريخ، ما بدي أسمع صوت حدا عم بيصرخ عم بيعيط عم بيلوم التاني عم بيخبط التاني، أنا في 3 صبيان اسم الله ما بدي أشوف، يعني هيدا اللي كنتوا تعملوه هيدا بدنا نوقفه. ليه؟ لأنه أنت مش مسؤول عن حالك بس في البيت، أنت مسؤول عن جو، أنا جو البيت كله سوا. وأنا نفس الشيء، أنا غيرت كل الأتيتيود تبعي، أنا مرة كثير أكتب وعصبية وبدي كل شيء يخلص بسرعة، وخاوطة نوعا ما بطريقة مش سيئة يعني، بس إنه لا لا أخذت قرار هايبر هايبر هايبر، رقت كثير، الموسيقى عن جد ساعدتني، الرسم، القراية، غيرت الروتين كله سوا. هلا تقطعي بالبيت ما في حس ضحك، زدنا اكثر سيت كوم سيريز نحضرها بتضحك، نلعب مع الاولاد اللي هن بلاي جيمز، يعني جيمز اللي هن فاميلي جيمز مثل الجاكارو، في كثير قصص حلوه، فصرنا سو أهمية نحترم الإمرأة اليوم بالبيت إنها تعمل بروجرام، إن كان لعائلتها المرأة ولا لكل كلا شيء. شخصها، لكل شخص. طبعا المرأة هي مح، انا بقول المرأة هي محور البيت، هي بتنقل البيت انه يكون سعيد وحلو وبيعلم، وهي فيها تقلبه نكد ودبرسه، وهي وهذا بيأثر على الرجال وعلى الأولاد كل شيء والخناق كل شيء. كل شيء، يعني الرجال او الولد او النانيز او الخي او ورابر او الام او البي، اذا انت ما قلبتي كل موقف لنتف هيك بتطري بتطنشي، ما في داعي للعياء، ما في داعي للمواجهه، احنا قاعدين بفرد بيت على مده طويله طب لكل في شغلة مهمة، مواجهه. الرجال اللي بحياته ما قاعد بالبيت 24 ساعة، لأنه كشغله كسفر ك تعرفي رجال مختلفين عنه، والرجال يمكن بحياته مش قاعد مع أولاد أكتر من ساعتين هالقد صح؟ صحيح مضبوط هذا ايه مثلي انا مثلا اكزامبل، مثلا ما بقعد مع اهلي 24 ساعه، يعني بحياتي ما احتكيت باهلي 24 اورز. حاولت انا اتاقلم، انا اشتغلت على حالي اني اتاقلم شوي، لانه كمان كبار بالعمر يعني كمان المنتاليتي مختلفه، بس الرجال بالاخص شو عندك تقولي عنه؟ لانه بسمع كثير نقم من عالم على هذا الموضوع. ليكي انا من اول يمكن ما تزوجت من 18 سنه 19 سنه لهلا، هيدي اول مره بقعد يمكن 6 ويكس اور 7 ويكس ان رو مع زوجي، وهو بيقعد اصلا وما بيطلع من البيت. بدك على فكره بدك تعملي سبيس مثل ما بتعملي سبيس لما ما كان في كارانتين فور هيلثي ريليشن شيب، كمان سبيس هون، يعني في محلات هو عم بيعمل كوف كول بتركه 6 ساعات 7 ساعات، انا بقعد بالاوضه بنزل بالمكتب هو بيطلع، ما اوكي، في سو داعي نشوف بتعملوا شوية ديستنس نفس. ايه ديستنس. اكيد،
تصوري انا يعني ما بتزبط، بالعكس واحد عنده سبيس تبعه وعندي سبيس تبعي، وايام بيصير طبعا في كلاشز انه هلا انا بدي اعمل هيك انت بدك تعمل، مش عم ننتبه على الموضوع انه نحن ما بفرد محل، ما عندنا حل، بدنا تو كوميونيكيت على قصد من عنا يعني، وخصوصا للاولاد كمان سبيس مع الاولاد، مش بوجه الاولاد كل الوقت وانا حد يعني، او العكس كل واحد عنده توقيته، بنلتقى على الاكل على الغداء على العشاء Very لما good. نلعب سوا It's a لما very good نحضر. tip يعني. It is very good tip and very useful tip، وكثير مهم انه الست يعني الزلمه والمراه ما في داعي يضلوا مع بعضهم كل الوقت ملزوقين ببعضهم، الا اذا ما بعرف انا برايي ما في داعي كل الوقت. طب الخدم، الخدم اوكي اليوم كتير عم نسمع كمان عم بيصير في كتير مشاكل مع الخدم بالبيت، لأنه الخدم انا معودة كمان تشوف اصحاب البيت 24 ساعة بخلقته. النانيز ايه مضبوط، النانيز بالنهاية هن جزء من العائلة معنا، مثلا لما بدينا كمان مع صراحة يعني عن جد يعطيهم العافية، يعني هولي هولي ايه متحملين ايه البيت. صحيح، وانا قلت لهم انه هيدي لما سمعت قعدت انا وياهم قلت لهم ليكوا عنا نحن اكثر يمكن من شهر مع بعضنا، ما في اوف ما في شيء، فما بتفرق معي فعلا، قلت لها ما فرقاني معي شو بيصير بالبيت من نظافه او غير نظافه، قلت لها مطفو عادي، واكل انا موجوده عم بعمل اكل، بهمني ان نحن نطلع من هالشهر ونص شهرين ورابر انتم بصحه منيحه جسديه ونفسيه، نفس الشيء بتضلوا حاطين بدي اسمع الموسيقى لجهتكم انتم. اثنين فيكم ترتاحوا بعد الظهر قد ما بدكم تطلعوا على جنينه، هيدي مجبورين انهم يطلعوا لبرا، ايه مش مش انه انه يستغلوا شغل الخدم 24 ساعة. لا ابدا مجبورين يطلعوا، اول شيء لازم يتحركوا، لازم يشموا ريح، يشموا يغيروا جو. اثنين الفيتامينز كلها سوا زدت لهم يعني ما بعرف هلا، بس انه فيتامين دي لانه ما بيطلعوا ابدا لبرا، الفيتامين سي تقوي مع مناعتهم مثلهم مثل الاولاد الروتين الجديد. ايه بدي ضحكي كل الوقت، فسرت لهم شو نحن وين مارقين وكيف مارقين، هم بيعرفوا اصلا كل شيء. وقررنا انه نحن هذه الفتره نو كومبلين ونو شاوتينج بيريد، وفعلا هالفتره ما في لا صريخ ولا ولا نق ولا ليه ما عملتي ولا هي افضل، لا والصحه اهم. شغلتين مهمين بالحجر الصحي اللي نحن فيه. أول شيء إذا أي حدا اليوم مارق بحالة نفسية، إن كان من وزنه ولا من شكله، how to get in touch with you، لأنه اليوم في كتير ناس بدها مساعدة بهالنواحي هيدي. للأسف زادت، صار في فلتان على الأكل، صار في فلتان على التعصيب، كل شيء. الأكل على So الشرب على كل شيء. انت بهالوضع هلا اللي انت فيه، انت كيف ممكن تساعد الشخص ان كان رجال ولا مرة هلا حاليا؟ اوف كورس رح احط كل الديتيلز تبعك تحت فور ذم تو كونتاكت يو، بس انت شو اكزاكتلي دورك رح يكون ولمين رح انا اوريدي كيف تبعتيهم؟ بعمل مع الكلاينتس تبعي، انا موجوده دائما وبقول لهم انا ام وذ يو، ام فيني تو موتيفيت كل شخص معي على اليوم بيوم، وانا في ناس بيبعتوا لي اللانش والبريكفاست بس الترويقه والغداء والعشاء، واي ميد شور قد ايه وين صار وزنهم وبتبعهم، يلا لا ما زبط هيك اعملي الاكسرسايز بهالطريقه، نسال الكوتش هون نسال الدايتيشن هون، طب انت معي كوتر ريتنشن اعملي هيك، احكي هيدي الدايتيشن اعملي كذا، انا عم تابعهم كل يوم كل يوم كل يوم، في ناس بيبعتوا لي بيقولوا لي ما يصير نازلين فوق ال7 كيلو شو بدنا نعمل، بحكي بستعرض لهم شو هن الاوبشنز اللي عندهم ان كان سبور او دايت، وبنشوف اي بيناسبهم ونبدا، وانا بكون معهم دايما مع الدايتيشن ومعهم مع الكوتش وبتحطيهم هون. بتحطيهم مع ناس كمان صح للمساعدة؟ ايه طبعا ما هيدا قصدي، انه انا بحطهم اون كونتاكت مع دايتيشنز مع كوتشز، بحس انه لاني مجربتهم كلهم سوا انه هيدي بتزبط لهون اكثر، ما بتزبط مثلا تعمل بيلاتس انت المفروض تعملي رانينج، تبدي بالرانينج المفروض في سكجول تعملي، روحي مع هيدا الكوتش او الويت ليفتنج، وانا هون بكون مع اثنين سوا مع الكوتش ومع عم شوف شو اللي عم بيعطيها كل يوم او دايتيشن وين وصل، ماي كلاينتس بيعرفوا هالشيء ما بتركهم يعني بضل على راسهم ليوصلوا للي هني بدهم اياه، بس الشغله ما بتاخذ جمعه وجمعتين، ما تفكري حدا في غير سيلوات او فيجر بشهر، احنا عندنا 6 شهور، انا بقول لهم عندنا 6 شهور بدكم تتحملوني لا توصلوا انتم وين ما بدكم، وفعلا بيصير هيك يعني كثير في حالات. That's very good. طب شو فائدتك انت شخصيا؟ يعني هذا
اخر سؤال تنختمه، شو فادك انت الحجر الصحي؟ شو علمك هيدا الشيء الكوارنتين وقعدتك بالبيت؟ وشو النصيحة اللي بتعطيها لأي حدا؟ نصيحة صراحة ميسة تعلمت عساف اليوم، وشو علمك الكوارنتين؟ كتير كتير عميق، يعني في عندي كتير قصص ما ايه بوقفك قولي. ليه. علمني كتير، أول شيء ما في شيء أهم من الصحة أولا، تانيا يعني تكون واحد ممنون على كل شيء بحياته، ممنون على صحته، على الناس اللي بتحبه وبحبها، على يمكن على وجهه، على شعره، على بياكل وبيشرب، gratefulness yes ممنون إيه، ممنون على كل شيء. علمتني انه الانسان ما في شيء اهم من الانسانيه، الانسانيه ترجع وبتبقى هي نمبر 1، وما لازم ننسى ات اول هذا الموضوع. انسانيه اولا عن جد بكل شيء، اهم من الشغل، اهم من كل شيء. اربعه، تعلمت انه الانسان بيقدر بالحالات الصعبه انه يعمل دغري باك اب بلان ويقدر يوقف على اجري. كلنا عنا قوه معينه فينا نستعملها اذا نحن اضطرينا. صح. والخامس وحدة، إنه كلنا سوا بالنهاية بشر، وكلنا على نفس السوية، وكلنا بنرجع لأصلنا، للأوريجين تبعنا. لما نحن بنكون يعني لما بيشيلوا منا كل شيء براني، أنت بترجعي لهويتك الصح، يعني شو كنتي بتحبي، شو بتحبي تعملي، بترجعي لإلك للأوريجين. مثل ما بديتي، أول ما بديتي حياتك وما في شيء بإيديكي، ما عندك opportunities، صح. شو بتعملي؟ بتبدي بترجعي لهم. المحبة، انك تعطي، تصلي كتير. تعلمت انه لاحظنا انه صار في لفتة دينية كثير مهمة كمان، الناس رجعت طبعا لربنا، ايه رجعت لفتة دينية وانسانية، مظبوط كتير، لانه ما في حل بالدنيا الا بالمحبة وبالصلاة. صراحة هيدا خلاص نطلنا سوا. شو طب سألتني بعد؟ والاخر اخر سؤال هو انت هيدا اللي تعلمتيه، شو النصيحة اللي بتعطيها لأي انسان يمكن حاسس انه الدنيا قلبت فوق راسه؟ انه الدنيا قلبت بهالفترة. أو الإنسان اللي قاعد بالبيت في عنده مرحلة ضياع، شو النصيحة اللي ممكن تقولي له؟ يمكن يقرأ أكتر، يعمل ريسيرش أكتر، يشوف وين التالنت تبعه أكتر، يمكن يكون بيشتغل حكيم وفجأة يلاقي حاله شيف أحسن من أي شيف بالعالم. يعني شوفي، انا ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس انا بقول انه نحن ما بيصيرنا الا كل شيء خير. يعني انا هيك، يمكن غلط يمكن صح، بس كل انسان هلا حاسس حاله تحت بهيدي الفتره، الدنيا مراحل، مثل ما الفتره السيئه الحلوه بتقطع، الفتره السيئه كمان بتطلع أكيد ما في شيء بتقطع بدون مثل ما هي. صح. فاللي اذا انت حاسس داون، لاقي القصص اللي هي بتعطيك هاللفت، هالهابينس، هالقصص اللي بتزيد لك، ارجع على يمكن القصص اللي انت وين كان السكسس تبعك، شوفها، عبي حالك، عبي بالقصص البوزيتيف اللي فيها بوزيتيفيتي، القصص اللي بتعطيك قوه انك تستمر بحياتك، ان كان رجال او مرأة. ما تنسى الاتشيفمنتس اللي انعملت، لانه هي اول شيء صار خبطه ننسى اللي نحن وين وصلنا ايه له، صح. نتعلم منهم. ومثل ما واحد بيبدي من الزيرو مره، في باثنين وثلاثه واربعه، ويضل متفائل بالخير، ويضل هو محصن بقصص اللي هي كلها بوزيتيفيتي وايمان. ولا مش بس هو ما بيقدر يوصل لمحل، هلا بدنا نقول واحد شغله كمان، انه في كتير عالم عم تمرق بظروف صعبه جدا، في صعبه. كتير ناس عم اكيد تتفنش اكيد من شغلها، في كتير ناس اكيد اخذت unpaid leaves. ما فينا نتغاضى عنهم هدول، لانه بوجعوا القلب صراحه، لانه مارقين شوي بظرف تغيير. بس عم نحاول نحن قد ما فينا، امبارح على لينكدين عم نحاول قد ما فينا نعمل كونتاكتس مع كتير عالم، نشوف اي حدا نساعد. عم بيوظف تنساعد. طبعا مش اللي عم نعمله هلا مش بس نصيحه للاشخاص اللي مرتاحه اوريدي، كمان نصيحه للناس اللي بحاجه to definitely get in touch، يعني تنشوف كيف فينا نساعدهم، لانه كان نفسيا ولا شكليا ولا I don't know، يعني بالوضع اللي هن فيه. ف ممكن هذا الشيء ينطبق على الناس اللي بعدهم اوكي لهلا، بس بدنا لا نشوف كيف ليكي فينا. زينة، بدي اقول لك نقطة كثير مهمة، ما في حدا ما تأثر، إن كان ماديا ولا غير، في ناس أكثر من ناس. ما تنسي ثلاث أرباع الشركات عملت 50% كات أوف، يعني ما عم تدفع معاشات، وفي شركات ما عم تدفع بالمرة، وفي أشخاص خسروا كثير بروجيات، وأنت بتعرفي مين وكيف وشو صار بالكل. وفي ناس فعلا ببلدان يمكن مش هون، يمكن هون، ما بدي فوت بهالتفاصيل، في ناس ما معها تاكل، ما عم تقدر تاكل، ما عم تقدر تشرب، عم بيصير اللي هون
يعني من خلال البلاتفورم تبعي، ودائما مش بس انا، كلنا سوا، وحتى انت ذكرتي هذا الموضوع، انه وين فينا نساعد خلينا نساعد. بلبنان وهون عم ينعمل الصناديق، عم تتعبى قصص اساسيه للاكل والشرب من طحين وكل شيء، عم تروح هيدي البوكس كل 1 اور 2 ويكس على العيال. وفعلا بلبنان، انا رح احكي بلبنان لانه هنيك بعرف، ايه هم كثير ساعدت اشخاص وبعضهم لهلا عم يعملوا، واللي بعد ما ساعد او حابب او اللي يمكن ما بيعرف كيف، موجودين everywhere. انا ما بحق انه على السوشيال ميديا كثير نحكي وين ونحط، لانه بتعرفي كيف أكيد لا، أصلاً ما بنعرف بس مثلاً كلنا عندنا بالإمارات كونكشن. مختلف شوي الوضع، لأنه ما فيك تروحي 100% تعطي لجمعيات، لازم لا تتصلي لا، بهيئات. إيه بس كلنا بنقدر نوصل نعرف كيف. هيدي شغلة كتير مهمة، نتفت مساعدة صغيرة، تليفون مساعدة، بتساعد ما الشخص بتعرفوا قد ايه بتساعد. صح، فكتير مهم انك انت فتحتي هذا الموضوع، لانه هذا برأيي من اهم شيء ينحكى وإذا أي كل حدا، بس فترة. تنختم، أي حدا بده أي مساعدة من ناحية الصحة أو من ناحية الشكل أو المظهر وهيك، definitely ميسا is the right person إنه واحد ينحكى معه. وإذا أي حدا حبيبتي عنده مشاكل بحاجة لمساعدة، بنجرب نشوف كيف فينا نحن نساعد، أكيد إن أكيد كان من الشغل وهيدا. ميسا، أي شيء نصيحة أخرانية بتحبي تقوليها؟ أبدا، يعطيكي ألف عافية. أول شيء أنا بدي أقول شغلة، بدي أرجع أقول على السوشيال ميديا، أنه مع كل اللي مرقنا فيه، أنت ولا يوم قعدتي إلا ما طلعتي على السوشيال ميديا غير أنه ضحكتينا ورفعتي معنوياتنا، ما وقفتي شغل بودكاست وتحكي وتعملي وما مليتي، واعطيتيني كذا مره انه كيف الها جلد هالمخلوقه بعد عن جد تفكر ببودكاست هيك وبلايف. حسيت to be honest انه في كتير ناس اليوم عندها lack of education، يعني في عندها lack انها تعرف شغلات معينه. يعني قلت انا بفيدهم، اوكي، والبودكاست تبعي اليوم از هلا بلشت فيها معك انت اول حلقه، تنبلش نساعد العالم بالحجر الصحي من كل النواحي. بكره رح يكون معي علاء الديسي من خبير مصرفي، تنحكي اليوم عن البنوك وعن كيف حلو، الناس ممكن تطلع من مشاكلها. رح يكون معي جانين عواد للدايت، عندي للاف ام بي اللي بدهم يفتحوا الريستورانتس بعدين. سو عم بحاول ساعد كل القطاعات اليوم تيلاقوا حلول مع الناس الصح. فلا، ماشي هيدي اكثر مساعده مبادره، اني جرب من صوت السوشيال ميديا اني ساعد العالم حتى برافو، لو كثير بنصيحه مهم معينه. كثير مهم اللي عم تعمليه، والله يوفقك. Thank وانا you very دائما much. ميرسي ميرسي لك دائما، ميسا، thank you. ميرسي ميرسي، And definitely بنرجع بنعمل وحدة تانية، maybe on an updated ان one. شاء الله نكون فدناهم. لا إن شاء الله، هلا أكيد لازم يحكوا معك personally تيقدروا يعرفوا أكثر شو فيك تفيديهم أنت من ثانك يو هالمنطلقات. انه اعطيتني الاوبورتونيتي انه لا نحكي ميرسي عن جد لك، عن شو انا thank you. بعمل. وميرسي لك، وall the best. Thank you حبيبي.